مع أحمد القماطي. غسان أفرغ مخزونه من القلق في بيان. غسان لم يثني على الانتصارات التي حققها الجيش. غسان لم يسمع عن قيادات القاعدة الذين تمكن الجيش من القضاء عليهم. لم يسمع أن العملية انطلقت وأن لا رجعة فيها بعد أن آن الأوان. غسان لم يسمع أن الجيش يتقدم لتطهير الجنوب من المتمردين التشاديين الممولين من الدوحة والمتحالفين مع المقاتلة والإخوان. هل سمع غسان عن المدعو تيمان؟ هكذا كانت إحاطة غسان، وهكذا كان بيانه الذي أوغل في التجاهل وأمعن في الخذلان. هكذا يقول المعارضون لغسان. عدد كبير منهم ينطلق في نقده من منطلقات منطقية، بينما ينطلق البعض الآخر في نقده من زاوية الانتقام. فغسان أثخن فيهم بانتقاداته وبتوصيف عجزهم في أكثر من مناسبة ومن أكثر من مكان. ليس كل من ينتقد غسان يعتبر بريئاً، قد يكون صاحب مصلحة سياسية كبعض أعضاء مجلس الدولة وبعض أعضاء البرلمان. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. هكذا كان موقف غسان. أما الغساسنة الذين انبروا للدفاع عنه فقد طالبوا بقراءة الإحاطة وكذا البيان من زاوية مختلفة تعتمد على فلسفة نصف الكوب الملآن. الغساسنة قالوا أن غسان ربما تجاهل نبأ تصفية أبو طلحة بسبب فارق التوقيت بين مدينتي طرابلس وسبها. لا أعرف عن أي توقيت يتحدثون، فأنا أعرف أن التوقيت بين المدينتين ظل واحدا ثابتا باختلاف العصور والأزمان. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور كامل المرعاش، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أهلا بك. مرحبا بك. أهلا وسهلا دكتور. على الصعيدين السياسي والأمني العقد لازالت سيدة الموقف. كيف تقرأ المشهد وكيف تنظر إليه في ظل المحاولات المختلفة للتعامل مع الأزمة وحلحلتها؟ في الواقع يعني لدينا هذا المبعوث الأممي الخامس في ليبيا، والحديث الآن يعني ينحصر حول دور غسان سلامة. ولكن في رأيي
يجب ألا نركز على هذه الشخصية بقدر ما نركز على مهمة المبعوث الأممي نفسه. يعني يجب أن نقيم هذه المرحلة، كل هذه المرحلة، كل هؤلاء المبعوثون ماذا قدموا لليبيا؟ هل من لما عندما نرى من أول مبعوث إلى آخرها كيف كانت ليبيا وأين أصبحت ليبيا؟ غسان الغساسنة الآن هو القطرة التي أفاضت الكأس في الواقع يعني، ورأينا الكثير والكثير من مواقفه السلبية والمتخاذلة، خصوصا في إيجاد حل الأزمة الليبية، وتحديدا في مسائل جوهرية ومهمة تخص ليبيا، وهي إعادة الهيبة والسيادة لليبيا وتطهيرها من الإرهاب والقضاء على الفساد. هذه النقاط الثلاث بكل أسف الآن أصبح غسان سلامة هو الراعي الأول لكل هذه النقاط الثلاثة التي ذكرتها، وذلك بتوفيره الغطاء المستمر لحكومة السراج، وآخرها ما سمعنا عنه في مسألة الترتيبات الأمنية واتفاق الزاوية الذي هو في الواقع اتفاق لخلق توازنات في طرابلس. طيب، قبل أن نتحدث عن الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس، دعني أكمل معك في تقييم دور البعثة الأممية. كيف تقيم الدور الذي يقوم به دكتور غسان سلامة مقارنة بأسلافه أيضا الذين أتيت على ذكرهم قبل قليل؟ في الواقع يعني أسلافه كلهم فشلوا واعترفوا بالفشل. الآن السيد غسان سلامة يجب أن يكون شجاعا بالقدر الكافي لأن يقول أنا فشلت ويرحل، ولكن على الليبيون ألا يكتفوا برحيل غسان سلامة، لا نريد مستقبلا غسانا آخر، بمعنى أنه يجب أن ننظر إلى مهمة المبعوث الأممي نفسه، وأن نطالب بأن يكون هناك مبعوث أممي بالفعل يتواصل مع كل الأطراف ويسعى إلى حل الأزمة الليبية دون أن تكون هناك تأثيرات خارجية على دوره، ويكون هو الراعي الآن عن كل هذه المصالح. الآن غسان سلامة يخضع لتأثيرات دول غربية؟ بالتأكيد يعني في كل مرة نشاهد يتدخل في أوقات مفصلية عندما يقترب الليبيون من حل الأزمة يفسدها ويكون هو الطرف الأساسي في إفسادها، حتى في مسائل جوهرية كما قلت تهم الشأن الليبي، تهم السيادة الليبية، تهم تأمين المواطن الليبي، وآخرها يعني تدخله فيما يشعر بقلق. قال لنا هذا الكلام عندما كان الجيش الوطني يطهر درنا من الإرهاب، قال أنه قلق، قالها في بنغازي، الآن يقولها في الجنوب. هذا الرجل لم يذهب إلى الجنوب إلا بعد سنة وستة أشهر من بعثته، لم يعتقد أن هناك جنوب أصلا في ليبيا، كان يتغزل في البرتقال الليبي، كان يتغزل في الشواطئ الليبية، ونسي تماما أن هناك أرض بلا سيادة وتسودها المنظمات الإرهابية، يسودها الإرهاب، يسودها بارونات التهريب. لم يخطر بباله أن هناك جنوب في ليبيا. طيب، لماذا تذكر سلامة؟ نعم صحيح، لماذا تذكر سلامة الجنوب وقام بزيارته الأولى لهذه المنطقة المهمشة والمهملة بعد أن خطى الجيش خطواته الأولى باتجاه المنطقة؟ بالتأكيد نحن الليبيون الآن لدينا آخر خيار وهو الكي. يعني فشلت كل الحلول، هؤلاء اللصوص الذين يتربعون على السلطة في طرابلس لا يريدون مصالحة، لا يريدون بالوصول إلى بلد لحل هذه الأزمة. جرب الفرنسيون في مؤتمر باريس، جرب الإيطاليون في باليرمو ولم ينفع معهم الحل، عطلوا الانتخابات، لا يريدون انتخابات ولا يريدون حل ولا يريدون الاعتراف حتى بالأجسام التي نتجت عن اتفاق الصخرات. السيد السراج لم يذهب إلى البرلمان عندما شكل حكومته في أول اختبار له لكي ينال الثقة من البرلمان، بل على العكس عمل كل جهده أن يهمش هذا البرلمان وأن يعتمد على ما سماه دعم المجتمع الدولي. الآن وصلنا إلى هذه المحطة،
الآن جربنا كل الحلول، هناك تعنت من بعض الأطراف، وأنا أقولها بصراحة، في غرب ليبيا لا تريد حل في ليبيا ولا تريد الوصول إلى حل، وهي مدعومة من هذا السيد غسان سلامة الذي يرعى شبكة من المصالح الإقليمية لبعض الدول التي لا تريد حل للأزمة الليبية. عندما يتقدم الجيش لفرض سيطرة على العصابات، هذه العصابات تقتل الليبيين بعد أن قتلتهم العقارب، بعد أن قتلتهم دبابة اللشمانية، الجيش يريد وضع حل. كنا نتوقع من السيد غسان سلامة أن يدعم هذا الاتجاه، خصوصا في الجنوب الليبي الذي لا جيش فيه. أين هو جيش السراج الذي يتحدث عنه؟ لماذا لم يرسل هذا الجيش إلى الجنوب؟ عندما تحرك الجيش الوطني الليبي عبر عن مخاوفه، وكأنه يقول لنا لا، هذا الجيش يجب أن يتوقف، هناك توازنات يجب أن نحافظ عليها ليبقى الحال على ما هو، لأن هناك بلدان لا تريد حل في ليبيا، وبالتالي يبقى الليبيون رهينة لهذه البلدان، وهو نفسه أصبح رهينة لهذه البلدان التي لا تريد حل. من يدير الأزمة في ليبيا؟ سفراء معروفون في طرابلس. دعني فقط أقول لك ما هو عمل أي وزير في حكومة الوفاق. عمله اليومي ما هو؟ البحث عن لقاء مع سفير بولندا، مع سفير هنغاريا، مع سفير السويد، وكلهم يتوددون إليهم، بما فيهم السيد وزير الداخلية يلتقي مع وزير بلغاريا ليناقش معه مشاكل الأمن في ليبيا. يعني هذه هي الصورة الهزيلة الموجودة، ليس لديهم عمل إلا التواصل مع السفراء و يعني طلب مساعدتهم في تحقيق الأمن. هم بعيدون كل البعد عن الأمن، لا يهتمون بالأمن بقدر ما يهتمون بخلق تحالفات توفر لهم فرصة السيطرة على طرابلس والتخفيف من سيطرة بعض الميليشيات. الأجسام السياسية دكتور كامل الموجودة الآن، ربما يقول البعض أنا من مصلحتها تعطيل وعرقلة الانتخابات، لأن وجودها قد تنهي أي انتخابات قادمة، لكن ما مصلحة سلامة في وضع العصي في دواليب أي حلول ممكنة؟ يعني أنت قلت هذه الأجسام هي تدار من تحت الطاولة. نحن نعرف من يدير السيد السراج، نحن نعرف بمن يتصل لسيد أحمد معيتيك. من يدير السيد السراج؟ يديرهم السفير الإيطالي، يديرهم السفير البريطاني، تديرهم المبعوثة الأمريكية مع السيد سلامة. هؤلاء ليسوا متفقين على ليما، تديرهم أيضا السفيرة الفرنسية. هؤلاء كلهم يدارون من قبل هؤلاء السفراء، وهؤلاء مختلفين عن الحل في ليبيا، وبالتالي سوف تستمر. وعندما يشعرون أن الجيش الوطني الليبي سوف يسيطر على منطقة معينة ليفرض زخما شعبيا يؤيده في هذا الاتجاه، وربما يكون خطر أو حل حقيقي لأزمة ليبيا، نرى هذا المبعوث يتدخل، ولا يريد هذا الزخم للجيش الوطني الليبي. لا يريد له تحقيق هذه الانتصارات التي ترفع من رصيد شعبية هذا الجيش. القلق الذي أبداه سلامة من تحركات الجيش وعبر عنه في الإحاطة وفي البيان الأخير الصادر عنه، هو ترجمة لرغبات دول غربية تعارض خطوة الجيش بتطهير الجنوب. بالتأكيد. هل يمكن أن تحدد لنا هذه الدول؟ بالتأكيد، هذه الدول ليس من مصلحتها أن يعني يحصل هذا الجيش على زخم وتأييد شعبي في جنوب غرب ليبيا. الآن المسألة محسومة في شرق ليبيا، الآن الإنجازات موجودة على الأرض، ليس هناك إرهاب، هناك أمن، هناك دولة، هناك أجهزة شرطية، هناك مؤسسات عدلية بدأت تعمل، ليس هناك ميليشيات في شرق ليبيا. إذن هذا النموذج الناجح في شرق ليبيا أصبح يستقطب أعداد كبيرة جدا شعبية، أتكلم على شعبية في طرابلس. عندما تقارن هذه الأوضاع في غرب ليبيا بشرقها، ميليشيات تتناحر على طرابلس من أجل الحصول على الاعتمادات، ميليشيا تريد السيطرة على مطار معين، تريد أن تخلق جسم نفوذ لها في طرابلس. هذه الأشياء غير موجودة في شرق ليبيا. المواطن الليبي أصبح واعيا في غرب ليبيا، وأصبح يدرك تماما أن الدولة الليبية يجب أن تكون على نموذج الشرق الليبي الذي توفرت فيه كل شيء. الآن الجنوب مهمل، عندما تحرك الجيش، وإذا نجح الجيش
الوطني الليبي في فرض سيطرته على الجنوب الليبي وحماية سكان ليبيا من التنظيمات الإرهابية ومن المتمردين من التشاديين وغيرهم، سوف ترتفع شعبية هذا الشعب ويكون هناك ضغط شعبي في مقابل على ما يسمى بحكومة الوفاق، وأيضا على هذه البلدان التي تريد تعطيل الحل في ليبيا، ويصبح هناك قناة واحدة لهذا الحل هي إعادة هيبة وسيادة الدولة الليبية ثم التفكير في الانتخابات وكل الحل السياسي. إذن سنصل إلى مرحلة أنه الحل أصبح أمنيا بامتياز وليس سياسيا، الحل السياسي يأتي بعد الحل الأمني. هذا الدول هذه لا تريده، لأنها تريد لقيادة ليبيا شخصيات هي التي أفرزتها، هي التي فرضتها على المشهد الليبي. أي تأثيرات تتوقعها يمكن أن تحدثها خطوة قيام الجيش بتصفية عدد كبير من قادة الإرهابيين المنتمين لتنظيم القاعدة على رأسهم أبو طلحة على سبيل المثال الأيام الماضية دكتور؟ أنا أعتقد أنه هذه المباغثة للجيش الوطني الليبي وقضائها على وكر من أوكار الإرهاب حسبت بشكل إيجابي جدا جدا وقوت من رصيد الجيش الوطني الليبي في غرب ليبيا، وهذا هو المستهدف. وإذا استمرت جهود الجيش الوطني الليبي، وهنا أوجه تحية إجلال وتقدير لأبناء الجيش الوطني الليبي الذين يقودون معركة الشرف في جنوب غرب ليبيا لتحريره من العصابات، إذا تحرر هذا الجنوب، هذا اليوم افتتحت مديرية الأمن في سبها التي كانت مغلقة منذ 5 سنوات، بمعنى أن هناك شيء جديد اسمه أمن وشرطة وطمأنينة واستقرار لهذا الجنوب. إذا استطاع هذا الجيش أن يسيطر على هذا الغرب ستكون ضربة قاسمة لغسان سلامة والغساسنة الآخرين الذين يتحلقون حوله، وسيكون هذا في رصيد الجيش الوطني الليبي، الرصيد الشعبي الذي نعول عليه في الدخول إلى طرابلس بدون حرب. إذا قام الجيش بتطهير الجنوب والنجاح في تحويل منطقة الجنوب إلى نموذج مشرق من الأمن والاستقرار، برأيك هذا النموذج هو الذي يزعج ويفضح ويكشف النماذج الأخرى التي تسيطر عليها الميليشيات في الغرب الليبي، لذلك ربما هذا التخوف من دخول الجيش إلى الجنوب؟ بالتأكيد. وهذا ينهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تقاسم النفوذ في طرابلس والصراع على النفوذ وعلى المال وعلى الفساد. هذه رسالة واضحة أنه هذا العبث لن يستمر، وستكون هناك خطوات أخرى. لن يكون الجيش الوطني الليبي مسؤول ويؤتمن على ثروة ليبيا في الهلال النفطي لكي تذهب إلى جيوب اللصوص في طرابلس، ستكون هناك خطوات أخرى. عندما يسيطر الجيش الوطني الليبي على الإمكانات النفطية في جنوب غرب ليبيا، ستكون هناك كلمة أخرى أمام المجتمع الدولي الذي يجب أن يعي أن في ليبيا وطنيين، وهمهم الأول هو مصلحة ليبيا العليا وليس المصالح الذاتية في سرقة هذه الأموال وتهريبها إلى تركيا وإلى قطر وغيرها. طيب، من البلدان الجيش أيضا على سيرة حديثك عن النفط يقوم بتأمين منطقة الموانئ النفطية وعدد من الحقول النفطية، لكن سلامة في إحاطته فاخرة بازدياد وتيرة التصدير ولم يتحدث عن الجهات التي أمنت ووفرت هذا الأمر. كل ذلك أنا قلت لك غسان الغساسنة هو القطرة التي أفاضت الكأس. كل ذلك هو لتقزيم دور الجيش، لعدم إعطاء هذا الجيش حقه أمام الرأي العام الليبي. ولكن هذه مهمتنا نحن لفضح مثل هذه الافتراءات. مثل هذا التدليس، مثل هذا التزوير. نحن مهمتنا أن نشرح للليبيين وخصوصا في غرب ليبيا أن هناك مشروع وطني لهذا الجيش، ليس هناك مشروع تقسيم، ليس هناك مشروع عسكر للدولة على الإطلاق. هذه ادعاءات وافتراءات من قادة ميليشيات الذين يحكمون الشعب الليبي بقوة السلاح وبعنف السلاح الذي يهددهم حتى داخل بيوتهم. طيب، من هي الدول برأيك دكتور التي قامت بالهمس في أذن سلامة ليقوم بهذه الإحاطة وهذا البيان المندد أو الذي عبر فيه عن قلقه من دخول الجيش إلى الجنوب؟
طبعا الذين يحيطون به الأمريكية ستيفاني ويليامز، ستيفاني نعم، السفير الإيطالي، السفير البريطاني، هؤلاء كلهم لا يريدون أن تتحرر ليبيا وأن تعود إليها السيادة. وإن عادت هذه السيادة لا بد أن تلبي شروطهم أولا، ولا بد أن الشخصيات التي تكون على رأس ليبيا هم من يدفعون بها، مثل ما دفعوا بالسيد فائز السراج. هو مدفوع من إيطاليا وبريطانيا؟ بالطبع، هو جاء على فرقاطة إيطالية والكل يعرف ذلك، يعني لا أحد لا يعرف ذلك. أنا فقط هنا أوجه كلمة إلى البرلمان الليبي، أين هو من كل هذه الأحداث؟ لماذا لم يتحرك؟ يعني السيد السراج يعني ارتكب من المخالفات حتى لاتفاق صخيرات نفسه ما يجلبه إلى المحاكم. أنا أدعو البرلمان وإلى النواب الوطنيون في هذا البرلمان أن يرفعوا صحف اتهام مباشر ويقدمونها للقضاء الليبي أمام الاختراقات التي يقوم بها السيد فائز السراج. الآن كان هذا المجلس الرئاسي من 9 شخصيات، الآن يتحكم فيه هو لوحده، يصدر القرارات والمراسيم ويعين ويقيل دون أن يستشار أي شخصية. تعرف واقع البرلمان دكتور، تعرف الواقع الذي يعيشه مجلس النواب، الانقسام الكبير الذي هدد المجلس، وتعرف أيضا أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب يدورون في فلك السراج الآن. ولكن أنا أدعو النواب الوطنيون، لا أدعو هؤلاء الذين يغيرون مواقفهم مثل الحرباء، والذين ربما يتقبلون الرشا من أجل مواقفهم. بالتأكيد هناك هذا النوع في البرلمان، ولكن أيضا هناك وطنيون. أدعو هذه الكتلة الوطنية أن ترفع قضاء، أن ترفع صحف اتهام للسيد السراج في كل هذه المخالفات، وهي كثيرة جدا، ويعاقب عليها القانون الليبي. وهنا سيعطي القضاء الليبي المستقل كلمته في هذه. يجب أن يحاكم السيد السراج على كل هذه الاختراقات في حق الدولة الليبية، في حق المواطن الليبي. السيد السراج مسؤول عن موت الأطفال من لدغ العقارب في جنوب ليبيا، هذه المسؤولية الأخلاقية عليه هو الأول، وعلى النواب أن يرفعوا قضايا ضده أمام القضاء الليبي. هذا نضال يجب أن يقوم به البرلمان. وقلت لك نحن نعول على هذا الزخم الشعبي وعلى هذا التأييد الشعبي الذي سيحظى به الجيش الوطني الليبي، والذي سينهي المعركة. لن ندخل طرابلس بالسلاح، ولكن سندخلها بمعية هذا الشعب، هذا الزخم الشعبي، هذا الضغط. وعندما يشعر هؤلاء بالضعف من هذه الحالة سوف يسلمون وسوف يأتون إلى الحل وإلى المصالحة. دون ذلك هم يتمتعون بهذه الميزات، يتمتعون بهذه الميزانية الكبيرة، والتي لم يصرف منها درهم واحد على البنية التحتية المهترئة. أنا رأيت بنغازي، هل هذه المدينة الصامدة التي حاربت الإرهاب تبقى مدمرة بهذا الشكل؟ أين هو السيد السراج؟ هل له ضمير هذا الرجل؟ هل من يقبعون في طرابلس ومن يسيطرون على المصرف المركزي وعلى المؤسسة الوطنية للنفط هل لديهم ضمير؟ هل جاءوا لرؤية هذه الأحياء التي دمرها الإرهابيون؟ ألا تستحق هذه المدينة وقفة، أن تعطى ميزانية وأن يبدأ الإصلاح هذا اليوم قبل الغد؟ أين هم من كل ذلك؟ تصرف ميزانيات، تصرف مليارات دون أن نرى لها أي أثر في الواقع. قبل أيام أصدر النائب العام بطرابلس مذكرة قبض وجلب وإحضار بحق عبد الحكيم بالحاج وعدد آخر من المتهمين، وربط بينه وبين عناصر المعارضة الشديدة المتواجدين في منطقة الجنوب. سؤالي هو، لماذا تدعم قيادات الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان المسلمين هذه الجماعات المتمددة في منطقة الجنوب؟ يعني هذه الجماعات كلها تتوحد أيديولوجيا تحت هذا الخط المتشدد، وهذا الخط الذي يؤمن بالعنف في التغيير. وبالتالي من الطبيعي أن يجد
السيد بالحاج وغيره من هؤلاء الإرهابيون، من الطبيعي أن يجدوا أنفسهم مع هؤلاء ويدافعون عن هؤلاء. ربما العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وجماعة ليبيا المقاتلة قد تكون مفهومة ومفسرة إذا كانت مع تنظيم كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. رأينا الارتباط في بنغازي وفي درنا وفي مناطق أخرى، لكن أنا أسأل على الدعم الذي تتلقاه عناصر المعارضة الشادية من جماعة الإخوان المسلمين الليبية ومن الجماعة الليبية المقاتلة. طبعا هذا يخدم قضيتهم في أنه تبقى فوضى، الجنوب يبقى فوضى. التنظيمات الإرهابية تشب وتترعرع في بيئة فوضوية ليس فيها حاكم، حتى يعني كل الصفقات، كل الإرهابيين يمرون يعبرون يذهبون يفجرون في هذه البيئة الموبوءة، البيئة التي ليست فيها سلطة على الإطلاق. وبالتالي من مصلحتهم أن تبقى هذه المنطقة كمنطقة ملاذ آمن لكل هذه التنظيمات الإرهابية. يجب أن نعرف أن هذه التنظيمات لا يقتصر عملها على ليبيا، لديها مشروع عابر للحدود، وبالتالي هي تستهدف كل هذه المنطقة، تستهدف أفريقيا ما وراء الصحراء. وبالتالي إذا وجدت هذه المنطقة، والآن هي موجودة بالفعل في جنوب غرب ليبيا، تستطيع أن تأوي كل العناصر الإرهابية. نحن نعرف أن الفرنسيين يقاومون هذه التنظيمات في شمال النيجر، لديهم قوة هناك، قوة عسكرية تتألف من 2500 عسكري مجهزة تجهيز كامل، ولكنها أيضا يمكن أن تمنعهم من التسلل إلى النيجر، يمكن أن تمنعهم من التسلل إلى مالي. وبالتالي هذه الحركات تريد أن تحافظ على يعني مساحة كبيرة جدا تتحرك فيها، وعرة تتحرك فيها، وبالتالي تنفذ برامجها الإرهابية ليس في ليبيا فقط ولكن في المحيط الإقليمي. وبالتالي من مصلحتها أن تبقى هذه منطقة اضطرابات، وهذا هو التي دعاها للتعايش مع كل التنظيمات المتمردين، خصوصا أنه مسألة تشاد تحديدا هؤلاء المتمردون يعملون لصالح دولة أخرى بعيدة يعني عن المنطقة، هي قطر يعني، وهذه الدولة هي التي تمولهم. وبالتالي هذا أيضا يفسر طبيعة العلاقة، هذا يفسر أن الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة يؤيدون هذه التنظيمات المتمردة لأنه هذا طلب قطري لا يرفض. وقادة المعارضة الشدية متواجدون في الدوحة بطبيعة الحال، وأنت ذكرت تيمان أردمي أخوه موجود في الدوحة، وهذا هو الذي جعل تشاد تقطع علاقاتها مع قطر، ليس فقط، ودفع تشاد أن تذهب إلى إسرائيل وتطلب مساعدة إسرائيل لمنع هذا التدخل القطري في شؤونها الداخلية ودعم التمرد القطري، وهذا شيء خطير جدا. هناك من تحدث أنه ربما على الأمن القومي العربي إذا كان هو موجود أمن قومي عربي في الأصل. الرئيس تشادي، هناك من يتحدث أنه ذهب إلى هذه السياسة مجبرا لا بطلا، وربما تخوف حتى من العلاقة التي تربط بين إسرائيل وقطر وقد تستغلها لدعم المعارضة الشادية ضد النظام الحاكم في أنجامينا. شوف يعني قطر الآن لديها أدوار محددة لها، وإذا تجاوزت الخطوط الحمراء ستوقف من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، هي تخدم هذه المشاريع. وربما في بعض الأحيان القطريون يندفعون أكثر من ذلك، ولكن هناك خطوط حمراء لا يجب أن يتجاوزوها، وخصوصا عندما وصل الأمر إلى تشاد. الرئيس التشادي لم يجد طريق آخر إلا طريق إسرائيل للوقوف أمام هذا التدخل القطري. إذن في النهاية قطر هي المسؤولة عن دفع دولة إسلامية بحجم تشاد أن تذهب بكل أسف إلى إسرائيل وتطلب منها المساعدات لوقف تفتيت تشاد، لوقف هذا التمرد الذي يستغل الأراضي الليبية منطلقا له، والذي يلقى في جنوب غرب ليبيا الملاذ الآمن في غياب قوة حقيقية تمنع هذا، وهو ما يقوم به أبطال الجيش الوطني الليبي هناك الآن. نعم، إذن العمليات التي يقوم بها الجيش لتطهير الجنوب هي بالدرجة الأولى لمصلحة الشعب الليبي، لكن أيضا في زاوية أخرى هي من مصلحة دول الجوار التي تهدد من قبل عناصر المعارضة هذا. بالتأكيد، ولكن بكل أسف ليس كل دول الجوار، يعني هناك بعض دول الجوار لا تريد معركة الإرهاب في أراضيها،
تريد أن تقام هذه المعركة إن فرضت عليها في الأراضي الليبية. كيف من دكتور؟ وجارتنا الجزائر. الجزائر في واقع الأمر التي يعني تصرخ دائما وتصدع رؤوسنا بأنها ضد التدخل الأجنبي. طيب ما هناك تدخل قطري، لماذا لا يتكلمون عن ذلك؟ لماذا لا يتحدثون عن ذلك؟ طيب ما فيه الجيش الجزائري أيضا الذي يتدخل ويتوغل في الحدود الليبية لمدة 50 كيلومتر عندما يجد أن هناك مجموعة إرهابية يريد أن يضربها. إذن المحصلة أن الجزائر تريد ليبيا أن تبقى فوضى، وخصوصا جنوب غرب ليبيا، وتريد أن تحارب الإرهاب في هذا الجنوب، لأنه لو سيطرت قوة ليبية على هذا الجنوب سوف يفر هؤلاء الإرهابيون وسوف يدخلون للجزائر، سوف يدخلون لمالي، وهذه مشكلة هذه البلدان يجب أن تتعامل معهم، ليس مشكلة الجيش الوطني الليبي. إذا نجح الجيش الوطني، وأنا متأكد من هذا النجاح، سوف يكون حماية حتى لكل دول الإقليم، ويجب أن يقتنع السيد غسان سلامة بأن الجيش يحارب الإرهاب مثل ما حاربه في درنة وفي بنغازي، وأن لا يتجاهل هذه الحقيقة إذا كان هو بالفعل يريد محاربة الإرهاب. أما التغطية على الإرهاب فهي تدخله في حلقة التآمر ضد ليبيا. طيب دكتور، قبل قليل كنا نتحدث عن العلاقة التي تربط جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الليبية المقاتلة، بهذه العناصر المعارضة والمتمردة والإرهابية الموجودة في منطقة الجنوب. أنا أسألك الآن عن المستقبل السياسي لهذه الحركات، سواء جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الليبية المقاتلة، ولها أيضا أذرع سياسية بالإضافة إلى الأذرع المسلحة تمتلك الكثير من المال. هل يمكن أن يكون هناك مستقبل سياسي لهذه الحركات في أي انتخابات قادمة؟ لا أعتقد ذلك، وشاهدنا ذلك في 2014 عندما يعني جرت انتخابات وكانت نزيهة. ماذا كان رصيد الإسلاميون؟ لماذا رفض الإسلاميون نتائج انتخابات 2014؟ ولماذا دخلنا في فجر ليبيا وهذه الحرب المدمرة التي قادت إلى تدمير ليبيا؟ إذن لا، هؤلاء ليس لديهم أي رصيد على الإطلاق، وهم مستعدون أن يغرقوا ليبيا في الإرهاب من أجل ألا تحدث انتخابات. هذه البواخر التي تم اكتشافها المحملة بالسلاح والتي أتت من تركيا، ما هو الغرض منها؟ هو الغرض منها تعطيل أي اتجاه نحو الانتخابات، ونوعية الأسلحة المستوردة أو المحملة على هذه السفن. الكثير يتحدث أنها أسلحة كاتمة للصوت تستخدم في عمليات الاغتيال. بالتأكيد، لأن هؤلاء فقدوا إمكانية أن يقوموا بحرب يمكن أن يستخدم فيها سلاح آخر، وبالتالي سيلجؤون إلى التفخيخات، سيلجؤون إلى الاعتداءات. وطرابلس شهدت العديد من هذه الاعتداءات، وعلى رأسها الاعتداء على مفوضية العامة للانتخابات. ما معنى أن تستهدف المفوضية؟ معنى ذلك أنهم لا يريدون انتخابات، يريدون أن تبقى البلد في حالة فوضى حتى يمكن السيطرة على غرب ليبيا بحجج واهية. وبكل أسف الآن هم فقدوا قواعدهم، لأنه هناك ميليشيات جهوية وقبلية هي التي سيطرت. هذه ميليشيات المال في طرابلس، ميليشيات أخرى تريد أن تتقاسم الكعكة في طرابلس، وهذا هو وضع طرابلس. هذه كلها لم يذكرها السيد غسان سلامة في حاطته لمجلس السلامة. اليوم أقرب لجناح الإسلام السياسي، هو يغطي على هذا الجناح ويغطي على هذه الميليشيات ويصورها لنا وكأنها ميليشيات ملائكة يجب أن نحتضنها، يجب أن نرعاها، يجب أن نعطيها القدر الكافي من الاحترام. ولكن بكل أسف جانبها المظلم الآخر في الجرائم، في الفساد، في السرقة، في التضييق على الليبيين لم يذكر منه شيء، وخصوصا فيما يتعلق بسطوتها وقتلها وانتهاكاتها لحقوق المدنيين، وهو الواجب الأول على أي مبعوث أممي أن يذكر هذه الانتهاكات في تقاريره. حتى وإن جاء بعض هذه الكلمات أتت هزيلة ولا تعطي الواقع الذي يعيشه الليبيون خصوصا في غرب ليبيا من تغول هذه الميليشيات، من انتهاكاتها اليومية لحقوق الليبيين، سواء في الشوارع، سواء أمام المصارف.
ويعني وذكر مغالطات كثيرة، قال أنه ليس هناك أي صفوف أمام المصارف، وهذه كذبة كبيرة. تحدث عن انتهاء أزمة السيولة وهذا لم يحدث، يجب أن يرد عليها الليبيون. إذن هذا الرجل فقد مصداقيته وعليه أن يرحل، ولكن يجب على الليبيين أن ينتبهوا ألا يأتي غسان آخر ليقود مرحلة أخرى تمدد فيها هذه الأزمة، ويجب أن يستفيد الليبيون من هذا الزخم الذي سيحدثه تطهير جنوب غرب ليبيا من أجل إنهاء الأزمة الليبية والتوجه إلى طرابلس سلما. هناك من يتحدث أنه هذه النداءات أو التحركات التي يقودها عدد من عناصر المجتمع المدني والنخب الليبية باتجاه التصعيد في وجه السلامة للمطالبة بإقالته، هناك من يحذر منها ويقول أنه ربما قد يأتي بديل أسوأ من سلامة نفسه، لأنه هذا المنصب منصب رئيس البعثة الأممية أو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هو كما تقول أيضا دكتور لا يعبر عن إرادته، إنما على إرادات بعض الدول اللاعبة والنافذة في المشهد الليبي. بالتأكيد، وأنا قلت أنه تخوف وارد، تخوف وارد، والمشكلة ليست في شخص غسان سلامة، هو ربما القطرة التي أفاضت الكأس، ولكن يجب التفكير، الليبيين يجب أن يضغطون في اتجاه أن يكون هناك مبعوث بالفعل مبعوث أممي وليس راعيا لمصالح بعض الدول أو راعيا لبعض أجندات هذه الدول، وهذا يحتاج إلى تكاتف من الليبيين، يحتاج إلى زخم شعبي. لن نعول على الميليشيات، لن نعول على حكومة طرابلس، هذه فقدت مصداقيتها إلى الأبد، وبالتالي هذا الزخم الشعبي، وخصوصا أنا أتحدث عن غرب ليبيا، وأوجه كلمة لكل الذين يريدون المصالحة، أجدهم كثر هنا في شرق ليبيا، المصالحة في شرق ليبيا أنجزت، كل ليبي يستطيع أن يأتي بكل حرية إلى شرق ليبيا دون أن يحدث له أي شيء. إذا كانت لديهم جهود لهذه المصالحة يجب أن يذهبوا إلى طرابلس. علي الصلابي يتبنى المصالحة الآن، يتحدث على تشكيل ملتقى يدعم المصالحة الوطنية. نعم، علي الصلابي إذا أراد هذه المصالحة، وهذا الشخص بالذات عليه أن يأتي إلى بنغازي ويتصالح مع أهل بنغازي أولا، ويدفع فاتورة هذه المصالحة في بنغازي. يجب أن يسألوه عن أخوه إسماعيل الصلابي، يجب أن يسألوه عن السلاح الذي أعطاه لأخوه وجلبه من قطر. هذه حسابات لن تموت، هذه الذاكرة ما زالت حية، ربما نتسامح ونتصالح ولكن هذه الذاكرة حية. إذا أتى إلى بنغازي واعتذر إلى أهل بنغازي وسلم نفسه للقضاء ليقول كلمته، أنا لا أقول أن يسجن ولكن يسلم نفسه للقضاء الليبي في بنغازي ليقيم العدل عليه كما يقول، عندها سأؤمن بأنه رجل يدعو إلى المصالحة. أما أن يتكلم على المصالحة وهو في اسطنبول فهذا هراء وأوهام لا يصدقها أحد، خصوصا أن الرجل لديه تجربة طويلة في النكوت بالعهود والكل يعرف ذلك. طيب، أنتقل بك إلى الأحداث التي شهدتها طرابلس أخيرا، أو تحديدا مدن ومناطق جنوب طرابلس. برأيك لماذا تجددت الاشتباكات بين ما يعرف باللواء السابع وبين ما يعرف بقوة حماية طرابلس؟ في الواقع منذ حرب 30 يوم نحن في هدنة، الحرب لم تنتهي، نحن في هدنة، وأنا تكلمت على هذه المسألة قبل أسبوعين فقط، قلت بتعيين السيد فتحي بشاغة في وزارة الداخلية ستبدأ المشاكل من جديد، لأن هذه الترتيبات الأمنية ليست ترتيبات أمنية لا علاقة لها على الإطلاق باتفاق الصخرات، هي لإحداث توازنات في طرابلس، توازنات أمنية تضمن استمرار السراج وتفرده ربما هذه المرة بكل القرارات، سيهمش كل من هو حوله، أنا قلت ذلك منذ أسبوعين. والقرارات الأخيرة التي استهدفت أحمد معتيق وغيره دل على ذلك وبرهان أكيد على ذلك، قلت أن فتح بشاغة يريد تحجيم بعض الميليشيات المسيطرة على طرابلس، ولكن ليس لتحجيمها ولكن لجلب ميليشيات أخرى إلى طرابلس لتقاسم النفوذ في طرابلس.
ليس أكثر، ليس لأنه هو يحاول الآن استبدال ميليشيات بميليشيات أخرى، ليس لا يحاول القضاء على دور الميليشيات أبدا، ليس لأنه ابن دولة ولا مؤسسات، ليس لأنه سيادة الدولة ولا بحث عن سيادة الدولة، ولا لأنه يريد أن يدخل، وهذا يريد أن يطبق اتفاق الزاوية الذي فشل فيه السيد عبد السلام عاشور، والذي رفضته ميليشيات طرابلس، قالت له لن تدخل ميليشيات الزنتان ولن تدخل ميليشيات مصراتة. هذه الميليشيات تتجسد في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، والكل يعرف، يعني لا تكذبون علينا، من هي هذه القوى العسكرية أو المنطقة العسكرية الغربية؟ من هم هؤلاء؟ المنطقة الوسطى من هم هؤلاء؟ إذن السيد فتحي باشاغة يعمل أن تأتي هذه القوة وأن تسيطر وأن تتقاسم السيطرة مع ميليشيات، أربع ميليشيات تسيطر على طرابلس. ودخل إلى هذه القصة اللواء السابع، ورأينا كيف التحالفات التي بدأ فيها السيد فتحي باشاغة باتصاله باللواء السابع للضغط على هناك علاقة نعم أو تواصل بين فتحي باشاغة وبين اللواء السابع؟ بطبيعة الحال، باشاغة منذ 3 أسابيع زار ترهونة وعقد معهم اتفاقات، يعني كل هذا كان واضح، وهذا ما يفسر ربما الهجوم الذي شنته ميليشيات طرابلس على اللواء السابع. بالتأكيد هذه ضربة استباقية، ضربة استباقية لتفشل مشروع باشاغة. الآن باشاغة لديه خياران أحلاهما مر، إما أن يخرج عن المشهد ويغادر هذا المنصب وزير كوزير للداخلية، وإما أن يقبل بهذا الوضع وأن يتعود أن تبقى ميليشيات طرابلس بقوتها وسطوتها على وزارة الداخلية. يعني ربما تغير وجه مدينة مصراتة إلى حد ما، وعدم انجرارها إلى أي دعوات بالدخول مجددا إلى طرابلس يطالب بها باشاغة، لذلك ربما ذهب باتجاه اللواء السابع، ربما كل هذه الاحتمالات، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما هي نتيجة كل هذا. وهنا يجب أن نذكر أيضا دور غسان سلامة في هذا الأمر، يعني غسان سلامة تحول إلى راعي لتحالفات تقاسم الفساد في طرابلس، هذا هو الواقع. يعني رعى اتفاق الزاوية وعمل من أجله وسوق لنا أن هذا الاتفاق يحمي طرابلس من الحرب، وهو لم يحميها. رأينا أن المعارك تجددت من جديد، لأن الاتفاق نفسه هو اتفاق لتقاسم الغنائم وليس ترتيبات أمنية، لأن هذه الترتيبات الأمنية لا يمكن بين يوم وليلة أن تأتي ميليشيا وتصبح شرطة، هذا مستحيل، يعني من المستحيلات أن نتوقع ذلك. ولكن أنا أعول أيضا على خط وطني في مصراتة، أنا لا أتهم مصراتة بأنها كلها يعني تعمل في هذا الإطار، ولكن هناك شرادم في مصراتة تعمل على هذا الخط وتريد أن تستمر في هذا التيار الذي سيجرف ليبيا إلى الهاوية. يعني ما يعني، أليس السيد باشاغة هو وزير داخلية لكل ليبيا، أو هو فقط لطرابلس ومشاكل طرابلس؟ لماذا هذا التركيز على طرابلس؟ لماذا لا يركز على الجنوب مثلا؟ يعني لماذا لم يتحرك بقواته وهذه الاجتماعات التي يعقدها ليحل مشاكل الجنوب الذي ليس فيه سلطة وليس فيه أي شيء؟ لأن الجنوب ليس فيه شيء، فيه موارد في باطن الأرض، ولكن ريع هذه الموارد يذهب إلى المؤسسات، يذهب هنا. إلى المركز هناك. هذا التقاسم، هذا التقاتل هو على النفوذ. وأنا قلت إذا كان السيد باشاغة لديه من الشجاعة أن ينحي الثوب الميليشياوي الذي كان عنده، هذا الرجل في 2014 كان رجلا ميليشياويا، والليبيين ذاكرتهم ما زالت صاحية ويعرفون من هذا الرجل، إذا لابد أن يغير من موقفه. لماذا يركز فقط إذا كان هو وزير داخلية أن تدخل قوات الوسطى والغربية إلى طرابلس؟ لماذا لا يدعو قوة أخرى من جنوب غرب ليبيا، من جنوب شرق ليبيا للدخول إلى طرابلس؟ أليست هي عاصمة الجميع؟ لماذا لم يدعي وحدات من حتى من الداخلية، من وزارة داخلية الحكومة المؤقتة؟ ألم يوفد وفدا إلى بنغازي للتفاوض في الشؤون الأمنية؟
أليست هذه فرصة له أن يوضح لنا نواياه الحسنة حول ليبيا؟ ولو رمزية يا سي، يطلب من السيد وزير الداخلية لإرسال وحدات مدربة من الجيش، من الشرطة أو الجيش حتى الليبي للدخول إلى طرابلس. هناك معركة على مطار مدمر. طيب هذا المطار لماذا يصر الجميع على أنه يسيطرون على هذا الموقع؟ ربما معركة استباقية لعملية إعادة إعمار، وربما المكاسب التي قد تصل إلى هذه الميليشيات بالتأكيد. يعني عندما يسيطرون على هذا المطار، ليس فقط المطار المدمر، ولكن حوالي يعني كل أطراف هذا المطار ستكون تحت السيطرة. طيب. وربما هناك خطة لبنائه، ربما كذا، ولكن أنا أحصر لك أن المشكلة ما زالت هي نفس المشكلة، تقاسم للنفوذ وتقاسم لمواقع الحيوية في أطراف. دكتور فتحي بشاغة، من جاء به على رأس الداخلية؟ من الذي يدفع به؟ من الذي يدعمه؟ وما سر تمسك السراج به؟ طبعا هناك ضغط على السراج أن يعين فتحي بشاغة، وهذا أيضا بتواطؤ من البعثة الأممية. ضغط محلي وضغط دولي. نعم، هناك توازنات لخلق ما يسمى بالتوازنات في طرابلس. غسان سلامة عندما أصبحت ميليشيات طرابلس تسيطر على كل شيء وتمردت حتى على السراج. نحن نذكر أن هذه الميليشيات هي التي أبطلت مشروع السراج في إنشاء ما سماه جهاز الحرس الرئاسي، وصرف عليه الملايين. أين هذا هو؟ أين هذا الجهاز؟ لماذا لم يرسله إلى 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 الجنوب، إلى جنوب غرب ليبيا لحمايته من العصابات؟ إذن نحن ما زلنا في نفس مربع السيطرة وتقاسم النفوذ في طرابلس. السيد بشاغة إذا كان لديه مشروع وطني فليوضحه لنا، فليقول لنا أنه ليس فقط من اهتماماته طرابلس وما يجري في طرابلس ومن يسيطر على المطار أو من يسيطر على وزارة الخارجية الذي قال أنه لا يسيطر عليها بالفعل عندما حصل فيها التفجير الإرهابي. عليه أن يرى بالعين الأخرى، عليه أن يرى لجنوب ليبيا، عليه أن يرى لشرق ليبيا. هذا هو المعنى الحقيقي للمصالحة. عندما أرسل وفدا أمنيا وشرطيا إلى بنغازي كلنا تفاننا خيرا. يعني ربما قلنا الرجل بدأ يتغير، ربما اتجه في الاتجاه الصحيح، حتى السراج لم يفعل ذلك. فليستمر في هذا النهج، فليستمر ويطلب وحدة ولو رمزية من الجيش الوطني الليبي في شرقه، ووحدة رمزية من شرطة ليبيا في شرق البلاد للمجيء، وعلى الأقل إعطائها سيطرة على هذه المناطق التي تتصارع عليها ميليشيات غرب ليبيا. لما لا يقوم بهذه الخطوة؟ أليس الليبيين ليس من حقهم أن يحموا المطار؟ أليس مطار كل الليبيين؟ أليست هذه عاصمة كل الليبيين؟ أم هي عاصمة فقط بعض مناطق غرب ليبيا؟ المشكلة في غرب ليبيا، المشكلة في غرب ليبيا. إذا حل غرب ليبيا مشاكله سيتوحد ليبيا وستعود دولة واحدة. إذا استمرت غرب ليبيا وتمزقها بهذا الشكل والصراع على المؤسسات والذي يأكل حتى خيرات ليبيا كلها، لن يستمر هذا الوضع. لن يقبل الليبيون الآخرون بأن تستمر فقط فئة قليلة في السيطرة على مقدرات الدولة الليبية، لأنها موجودة في طرابلس، ولأن هناك غسان سلامة يريد هذا الوضع أن يستمر، ولأن هناك سفير إيطالي يدعم هذه الحكومة، ولأن هناك سفير بريطاني يدعم هذه الحكومة. على الليبيين أن يثوروا ضد هذا الوضع. لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع. لا يمكن أن تهمش كل ليبيا من أجل مصالح منطقة أو منطقتين أو ثلاث مناطق في غرب ليبيا. هذا يعني هذا غير منطقي، لن يقبله عاقل على الإطلاق. وأعتقد أنه أهلنا في غرب ليبيا بدأوا يستوعبون هذه المسألة، لأنه منذ مجيء السراج لم نرى إلا تصارعا، انقسامات للسيطرة على وزارة الخارجية، للسيطرة على المصرف المركزي، للسيطرة على كل المؤسسة الحيوية. وبكل أسف، وبكل أسف هناك مؤسستان مهمتان لا يسيطر عليهم أحد في ليبيا، المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، التي هي من نصيب السفراء الغربيون الذين يقبعون في طرابلس ويديرونها من وراء الستار. كلام مهم. المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط هي واقعة تحت نفوذ وسيطرة السفراء الأجانب. بالتأكيد. هل يستطيع أحد أن يقيل الصديق الكبير؟
البرلمان ألم يصدر قرار بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي؟ أين هو هذا القرار؟ أين انتهى؟ طيب السيد صنع الله، هل يستطيع أحد أن يحرك صنع الله من 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 رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط؟ أبدا. إذن هذه وحتى الاستثمارات الخارجية الليبية لا يستطيع أحد أن يتصرف فيها. تجميد هذه الأموال لن يفك عنها هذا التجميد دون أن تتوحد ليبيا وفقا للرغبة لبعض الدول الغربية، لأنه هذا فيها تأمين لتعويضات شركاتهم التي خسرت من دكتور المليارات في ليبيا. من الدولة التي تدير المصرف المركزي الليبي؟ من الدولة التي تدير المؤسسة الوطنية للنفط الليبية؟ هناك ائتلاف، يعني هناك يعني أغلب الاجتماعات المفصلية التي تحدد سياسة ليبيا النقدية تعقد في لندن، أليس كذلك؟ أليس هذا هناك إيحاء بأن بريطانيا هي من تسيطر مع دول أخرى على ما يجري في مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي هذه البلدان لا تسمح أبدا بأن يقال الصديق الكبير تحت أي يعني أي تهديد أو ولهذا الصديق الكبير يتصرف كأنه إمبراطور في المصرف المركزي. هل يستطيع السراج رئيس حكومة أن يقيله؟ حاول البرلمان ولم يستطع ذلك. كذلك المؤسسة الوطنية للنفط، الاجتماعات المهمة تعقد في لندن، وإن لم تعقد في لندن فقرارها في بوسطن، وبالتالي هذه الدول هي التي تسيطر بالفعل على هذا القطاعين الهامين في ليبيا. بالعودة إلى الوضع في طرابلس، هل انتهى شهر العسل بين السراج وميليشيات طرابلس بعد وقوف السراج داعما لبشاغة على حسابها؟ أعتقد أنه شهر العسل لم ينتهي بعد، لأنه عودنا السيد السراج يتخذ خطوات خطوتين إلى الأمام وأربع خطوات إلى الخلف. سوف يرجع إلى المربع الذي رسم له منذ البداية، وسوف يختار في النهاية عندما يفشل وتفشل خططه بأن يحدث هذا التوازن المزعوم الذي طلب به غسان سلامة، سيرجع إلى مربعه الأول وسيكون قابعا أمام الميليشيات المسيطرة والتي بالفعل استطاعت السيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس. لكن هل يقبل الليبيون بهذا الوضع؟ هل يقبل باستمرار هذا الوضع؟ هذا شيء آخر. ميليشيات طرابلس تطالب بإقالة فتح بشاغة كحل أو كخيار وحيد، هل يمكن أن يمتثل السراج أن يضحي ببشاغة؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد إذا شعر أنه أصبح بشاغة ثقلا لا يستطيع تحمله سوف يضحي به، كما ضحى بالمهدي البرغثي. ألم يأتي بالمهدي البرغثي ووضعه في وزارة الدفاع ليشق شرق ليبيا بهذا الخيار؟ وإلى ماذا انتهى السيد البرغثي الآن؟ انتهى إلى شخص مهمش ليس له خيار إلا أن يكتب لنا ويشتر لنا يعني اعتداء براك وأنه بريء منه، وأن السيد السراج هو من عطل القضاء، هو من عطل التحقيق في ذلك. لدينا تجربة مع هذا الرجل، ولكن أنا أعتقد أنه من يدير كل ذلك هناك آخرون يديرون اللعبة من وراء الستار، والسيد السراج هو أداة فقط لتنفيذ هذه الأجندات التي قلتها والتي لا تريد لليبيا أي هيبة أو استقلالية إلا من خلال نظرتها هي فقط ولمصالحها هي فقط، التي لا تتوافق مع مصالح دول أخرى هي أيضا تريد أن يكون لها مصالح محفوظة في ليبيا. الآخرون الذين تتحدث عنهم، متى سيسمحون دكتور بإقالة السراج، تغيير المجلس الرئاسي وسماع صوت الشعب في انتخابات قادمة؟ إلا إذا كان هناك زخم شعبي، وأنا قلت ذلك، إذا نجح الجيش الوطني الليبي، وهذا ربما سيكون مكلف، ستكون هناك ضحايا نعرف ذلك، إذا تحققت سيطرة الجيش الوطني الليبي على جنوب غربي ليبيا سيكون هناك هذا الأمر ضاغطا على البعثة الأممية وضاغطا على الدول التي تتدخل في ليبيا بشكل سافر، وسيجبرها الضغط الشعبي، وهذا الضغط وهذا الضغط المتزايد للجيش الوطني الليبي على أن تقبل بالمعادلة الجديدة التي يكون فيها القول الفصل للجيش الوطني الليبي. يمكن أن يدخل الجيش طرابلس؟ تعتقد أن الظروف مواتية لذلك الآن؟ نعم، إذا سيطر الجيش الوطني على جنوب غرب ليبيا
وإذا حدث هذا الزخم مناطق أخرى كثيرة، وخصوصا إذا استمرت مهزلة الصراعات والانقسامات والتناحر في طرابلس على ما هو الآن، وربما يتصاعد هذا التناحر، لن يكون هناك خيار أمام الليبيين إلا أن يقفوا ويصطفوا وراء الجيش الذي سينهي هذه المهزلة التي استمرت أكثر من 8 سنوات. طيب، الخلاف السياسي العميق الذي يشهده الآن المجلس الرئاسي وبروز تحالف داخل الرئاسي ضد السراج، برأيك ما أسبابه؟ أسبابه معروفة، يعني لماذا معتيق والمجبري وكجمان وكجمان يوقعون رسالة ويطلبون فيها من كل المؤسسات ألا تعتد بقرارات السراج؟ وهنا أعلق على السيد المجبري، أين هو من هذه يعني هل يعني الخروج من الباب مثل الدخول إليه بهذه السهولة؟ ألم تعلق يعني عضويتك في هذا المجلس ثم تعود لنا من وراء الأبواب وتوقع على ورقة هزيلة لم يعترف بها السراج وسخر منها؟ يعني كل هذا التناحر على يعني نفوذ على أموال، والضربة الأخيرة للسيد معتيق هو يعني إزاحته من شركة الاتصالات لأن فيها دخل كبير وفيها فوائد كبيرة. إذن التناحر ليس على مصلحة ليبيا، على مكاسب، على مكاسب بالتأكيد، على مكاسب هنا وهناك، على توزيع يعني الفساد هنا وهناك. لم نرى قرارا للسراج يتعلق بالجنوب الليبي، قال أنه سيعطي هذا الجنوب مليار، أين هو هذا المليار؟ لم نرى منه شيئا. كلها قرارات حبر على ورق، ولكن القرارات التي تنفذ هي فيما يخص تقاسم الغنائم في طرابلس. الميزانية الآن، الميزانية حتى يا سيدي، ميزانية ليبيا هل من المعقول أن يجلس عليها سفراء دول غربية في تونس من أجل اعتماد هذه الميزانية؟ كيف يعني، بأي منطق؟ أليست الميزانية تعتمد في البرلمانات؟ لماذا يذهبون إلى تونس ويدعون سفراء آخرين من أجل اعتماد هذه الميزانية ثم في النهاية يختلفون عليها؟ إلى الآن مختلفين عليها لأنها لا تلبي طموحات كل واحد منهم في النهب، في الفساد، في تقاسم الغنائم. هذه الميزانية المقترحة وصفت بأنها الميزانية الأضخم في البلاد، هناك من يتحدث على أنها وصلت إلى 55 مليار، هناك من يتحدث على أنها وصلت إلى 70 مليار، وربما الكبير احتج على هذا الرقم الكبير. أن تعتقد أن هذا الأمر لن يذهب إلى التنمية، لن يذهب إلى مصلحة الشعب الليبي، ربما زيادة نسبة الميزانية هو لغرض زيادة هامش السرقة والفساد؟ طيب يا أستاذ أحمد، منذ 2011 حكومة الكيب صرفت أكثر من 70 مليار، حكومة زيدان تقريبا 73 مليار، أين ذهبت هذه المليارات؟ هل رأينا طوبة واحدة بنيت؟ لا. أين ذهبت؟ أين تبخرت هذه الأموال؟ وماذا سيكون مصير هذه الميزانية يعني في رأيك؟ أنا أعتقد أنه هذا المنهج المنظم في النهب سيستمر. وحتى السيد غسان سلامة تحدث، قال ليس هناك في ليبيا فساد ولكن هناك فساد ممنهج، وهناك نهب. سلب ونهب بالملايين وبالمليارات. طيب لماذا أنت تسكت عن هؤلاء النهابون والسراقون واللصوص؟ أليس السراج مسؤولا عن ذلك؟ أليس السيد أحمد معيديك مسؤول عن هذا الفساد؟ وأنا تكلمت مرة، قلت الأطفال في جنوب ليبيا يموتون من لدغ العقارب، ليس هناك أمصال للأسف. صحيح، بكل أسف. ونجد أن مكاتب هؤلاء السادة تكلف 1,000,000 دينار ليبي. يعني لو وظفت هذا المليون في شراء أمصال لكنا أنقذنا كل الأطفال الذين ماتوا، أليس كذلك؟ إذن هناك سياسة للنهب والفساد المنظم، وحتى هذه الترتيبات المالية الأخيرة ورفع سعر الـ 183% كله مسكنات لهذا الفساد الذي سيستمر. الآن هناك حديث عن تقاسم ما تم اقتصاده من أسعار الصرف التي ربما الآن بلغت حوالي 13 مليار. الآن الكل يبحث عن تقاسم هذه الكعكة، وأنا أقول أن الخلافات بين السيد السراج من جهة وبين نوابه
هي كلها تتركز على هذه الأموال، ومن له أحقية أن يصرف هذه الأموال، وكيف تصرف هذه الأموال، ولا علاقة لذلك بمصلحة الشعب الليبي أو بالبني التحتية المهترئة في كل مدن وقرى ليبيا. الكثير كان يتحدث أن الحل الوحيد لهذه الأزمة المتفاقمة والمحتدمة يكمن في الذهاب إلى الانتخابات، طوق النجاة الوحيد. الآن بعد بروز هذه الأصوات المعارضة ومحاولات العرقلة الحثيثة من الداخل ومن الخارج كذلك، ما هو الحل الذي يمكن أن ينقذ البلاد برأيك، أن ينهي هذا الانقسام الحاصل حاليا؟ الانقسام، شوف، إذا لم يكن هناك ضغط على كل هؤلاء الفاسدون، وإذا لم يغير السيد غسان سلامة الذي أصبح هو بالفعل أيضا عقبة أمام هذه الانتخابات. السيد غسان سلامة تحدث لنا في عام 2018 أن هذه الانتخابات يجب، وقالها أكثر من مرة، أن تجرى قبل نهاية 2018. الآن تغير الحديث ويقول لنا أنها يجب أن تنظم قبل نهاية 2019، وضرب بعرض الحائط كل المواعيد التي سبق وأن تحدث عنها في الربع الأول من 2019. إذن حتى مسألة هذه الانتخابات أصبحت بدون معنى، لأنه حتى الانتخابات تحتاج إلى اشتراطات معينة، من وعلى رأسها الاشتراطات الأمنية. لا يمكن أن نعقد انتخابات على سبيل المثال في طرابلس وهي تحت سيطرة الميليشيات، مستحيل. يعني كيف يمكن أن نعقد هذه الانتخابات إذا لم تحيد هذه الميليشيات على الأقل في وقت عقد هذه الانتخابات؟ وحتى مسألة الانتخابات هناك تيارات تعترض عليها، هناك دول إقليمية تعترض عليها. رأينا كيف إيطاليا عطلت هذه الانتخابات وتدخلت وأجهضت المبادرة الفرنسية، وخرجت لنا بمبادرة أخرى في باليرمو، هي الأخرى ذهبت إلى الفشل. إذا لم يحصل هذا الضغط وهذا الزخم الشعبي، وأنا أصر وأؤكد على أن هذا الزخم يجب أن يوجد في غرب ليبيا، لأنه الكل الآن أمام حائط، أمام جدار لا يمكن اختراقه بوجود هؤلاء. هذه الميليشيات هي الجدار، هؤلاء الفاسدون هم الجدار، المجلس الرئاسي وكل حكومته هم الجدار الذي يفصل بين الليبيين وحل أزمتهم. هذا الجدار يجب أن يخرق، والحل الأخير هو هدم هذا الجدار حتى نصل إلى الحل. هدم هذا الجدار عسكريا بكل الوسائل. إذا لم نستطع بالوسائل السلمية، وسائل الضغط الشعبية بأنه يزداد زخم الجيش الوطني الليبي، يجب أن نفكر. نعم، يجب أن نفكر في هدم هذا الجدار. الألمان هدموا جدار برلين لتوحيدها، ونحن لسنا عاجزين عن هدم هذا الجدار، جدار الفساد، من أجل توحيد ليبيا، من أجل إعادة هيبتها وسيادتها، من أجل إعادة الأمل إلى أطفال ليبيا. ليبيا ليست لنا نحن، ربما نحن انتهينا كأجيال، لكن لدينا أطفال، لدينا أجيال، يجب أن تكون ليبيا لهم، يجب أن نترك لهم شيء اسمه ليبيا، نترك لهم أمل، نترك لهم خيرات. ولكن ما دام هذا الجدار، جدار الفساد الذي يتكون من الميليشيات ومن المجلس الرئاسي ومن المجلس الأعلى للدولة ومن البرلمان، كل هذه الأجسام الهزيلة هي التي تشكل الجدار الذي يفصل بيننا وبين حل أزمة ليبيا وانطلاقها نحو المستقبل. دكتور، أختم معك، لو كان لديك إضافة في ختام هذه الحلقة تفضل. أنا أدعو من كل قلبي أهلنا في غرب ليبيا، ولا أستثني لا مدينة ولا أخون أي مدينة، كل المدن فيها وطنيون شرفاء، أن يصطفوا أمام هذا المشروع الوطني، ويجب أن نضغط كلنا من أجل هدم هذا الجدار. إذا لم ينزاح هذا الجدار بهذا الضغط، أنا لا أقول حتى عسكري، ولكن في جنوب غرب ليبيا يحتاج إلى وقفة عسكرية، لأن الأمر طال فيه وأصبحت الحالة لا تحتمل في هذا الجنوب. أهلنا في الجنوب عانوا ما عانوا، ويجب أن يكون هناك وقفة عسكرية لتخليصهم من سيطرة الميليشيات، من ظلم الميليشيات، من عنف الميليشيات. ولكن غرب ليبيا، طرابلس، يجب أن الشعب هناك أن ينتفض، وأن على الأقل يحدث ثغرة في هذا الجدار، ليسقط هذا الجدار وننطلق إلى المستقبل كدولة موحدة، كدولة تستطيع أن تحقق الأمال
لأطفالها وأجيالها الصاعدة. دكتور كامل المرعاش الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. بإذا نكون مشاهدين قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحدث. في الختام تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد لقماط. في أمان الله.